السلام عليكم البنات، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ توحشتكم اكيد اكيد اكيد. كما كتوحشوني حتى انا كنتوحشكم. تحية كبيرة من القلب للقلب والخالصة للبنات كاملين اللي وصلني ليهم صوتي بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني بفضل هذا الصوت الباح هو اللي وصلني ليكم. شكرا كثير 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 على لي كومونتير الفنة والغزالة، الله يخليكم لي دائما دائما دائما، وان شاء الله دائما مزيد من الحاجات الزوينه اللي غادي تنفعك كامراه مغربيه اكيد، وكانسانه اول شيء كانسانه غادي تفرض ان شاء الله فرض وجودها، وغادي تزيد تفرض وجودها كانسانه كتبغي راسها اكيد. وخليك كيف ما كنقولك دائما، بغي راسك وبغي وليداتك وبغي راجلك باش تبغي باش تصالحي باش تكون يعني مصالحه مع راسك، لان ما عمرك غادي تعجبي الناس كاملين. فهذا موضوعنا اليوم، هو ماشي بالضبط وانما كيهضر على المرأة المغربية. فبغيت ان شاء الله يكونوا قصص من الواقع المعاش، قصص غادي نقولها بلساني، يعني غنقولها بجو، غتبدا دائما بانا قالت ليها هذا. علاش؟ لان باش ما نبقاش نكثر عليكم في قالت ليها وقلت ليها وهذه قالت ليها والاخرى قالت ليها، غنكثروا في لي سوجي في هو وهي. فمن الاحسن دائما نعاود بلساني. هادو مواضيع اللي كتمسني وكتمسك وكتمس بنتك واختك وامك وجداتك وهي غادا. فبغينا ان شاء الله تكون تستوب هنا وما توصلش لوليداتنا، ما توصلش هاد المواضيع اللي احنا عشناها وكانت مأساوية شويه، ما توصلش للجيل الجديد. بغينا الجيل الجديد كما هو عايش يعني حياته وعارف فين باغي يوصل، بغينا ان شاء الله وبكل حريه اكيد تكون مقننه فيها بزاف الحوايج زوينه، مقننة منا احنا كوالدين ومن الدين الاسلامي ومن بزاف الحوايج. فبغيناهم يعيشوها بسلام، ما ياخذوش ما يكونش قلبهم عامر كيما احنا قلبنا عامر بشحال من حاجه وقعت لينا في الماضي. فاليوم ان شاء الله بعدا بغيت نعطي تحيه للمراه المغربيه، دائما كنقولها وكنعاودها، وشعار القناه البنات هو دير الخير تلقاه. ملي كدير الخير سبحان الله العظيم كي ينعكس عليك. فملي كدير الخير مع شي واحد اولا كتصدق شي حاجه اولا كتعطي شي حاجه كتبان عليك، كتحس براسك اليز وكتحسي براسك مرتاحه، وسبحان الله العظيم كيطلع لك المورال غير هكاك. باغ كونطخ ملي كتكون مخلص مع شي حد ولا مقلق من شي بلاصه ولا هذا كتبان عليك، وهاك كتحاول تدرقها واخا ما شنو دير لها كتبان. فالا بغيتي تكوني مزيانه خدمي على راسك، لبسي مزيان، قادي كما كنقول دائما وابدا. فاليوم ان شاء الله بغيت نهضر على المراه المطلقه، المراه المطلقه اولا نبداو بالمراه الهجاله اللي كنقولوا حنا الهجاله، هي ماشي هجاله حاشا باردون، المراه الارمله. المراه الارمله البنات بزاف العيالات عيطوا لي في التليفون في حقيقه، دونك كتكون منعوته بزاف، يعني كل الاصابع كتشير ليها. هي تقريبا بيناتهم ما بيناتهمش بزاف بين المراه المطلقه البنات والمراه الارمله. فاول شيء تحيه كبيره والله العظيم من قلبي الخالص، وكان هنا ناخذ لك كنوقف وندير لك ان شابو، لان المراه ملي كتكون ارمله، وهذه عندنا وحده في العائله حبيبتي الله يعطيها صحتها، يعني اللي قاسات وعانات باش تكبر وليداتها ما شاء الله تبارك الله، راه كبروا كاملين وتزوجوا ولدوا كاملين، يعني فيها الاب وفيها الام، يعني اللي كانت مرت عمي. واحد السيده عيطت لي في التليفون حتى هي تحيه كبيره ليها، اللي قالت لي انا ارمله وكل الناس كانني مجدامه، كانني فيا شي مرض اللي كيعادي. فبغيت نعرف علاش الناس كتاخذ، انا مثلا ناخذ اليوم دوري نقول ارمله، الحمد لله واخا مازال عندي راجلي الله يخلي ليا والله يخلي لكل وحده راجلها، مي غنهضر كما قلت لكم باش ما نبقاوش مرونين. غادي نقول علاش انا مثلا مرأة ارمله، وليداتي معايا كبروا ولا ما كبروش مهم، يعني كما كيقولوا الناس كنضرب السرويه الصبح بكري. المرأة الارمله كتخرج الصبح بكري، كتخرج الصبح بحالي ايها الناس، كتشقى في الصباح وكتشقى بكري، كتفيق بكري يعني باش تشقى وتوجد لوليداتها ما ياكلوا، وكتخرج مسكينه تقدر تخليهم بوحدهم الا كانوا كيقراو الا كانوا مازالين صغار. ولد اختي
ديال الرقاطة يحيى تحية زوين يحيى الغزال. دونك كما قلت لكم تي كيكون المرأة الأرملة كتفيق بكري وكتخلي وليدات الغدا وكتمشي باش تجيب لقمة عيش حلالا طيبة وتجيبها لوليداتها. فاشنو كيوقع؟ هي كتخرج مسكينة الصباح كتخلي ولادها في يد الله سبحانه وتعالى، لان الراجل اللي غادي يخلي اللي غادي تخليهم معاه ما كاينش، ما حداهاش امها اكيد، ما حداهاش باها، ما حدا لا حنين لا رحيم الا الجيران. غادي نرجعوا البنات لقضيه الجيران. فانا الا خليت وليداتي مع الجيران وخرجت باش 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 نجيب لهم واحد اللقمه ديال العيش، واللي كنحارب كتخرج باش تحارب، يعني تقدر مسكينه دير الميناج صافي على حسب المستوى الدراسي ديالها، يعني واش هي ديجا قاريه مثقفه، يعني غادي تاخذ واحد البوست اللي هو زوين، هذيك اكيد غدير لهم خدامه وغادي ما يكونش يعني مع الجيران العاديين، غتكون في ابارتمون بوحدهم. وهذا ومع ان هاد السيده اللي قلت لكم كانت كادر ديجا وعندها بوست زوين، كان عندها بوست زوين وكتخلص مزيان دابا، ولكن المشكله انها يعني غنهضروا على الطبقتين، طبقه ديال المراه الارمله اللي عايشه مع وليداتها سكن بوحدها، وعلى المراه الارمله اللي ساكنه مع الجيران. وهادو انا بجوج نقول لكم انا، فالمراه اللي ساكنه مع جيرانها هكذا بيت مع الجيران ولا كذا، مهم ولا مهم معاها الجيران يعني في نفس الدار، يعني ما سداش لوليداتها بوحدهم، كتخرج مخليه وليداتها في يد الله، كتخرج الصباح، انا كنخرج في الصباح لا حنين لا رحيم الا الله سبحانه وتعالى، يا اما كندير الميناج في شي بلاصه، واما البنات يعني كان عندي مهم خدمه على قد الحال، لان كنمشي كنتحارب، يعني الا كانت كدير الميناج راها يعني في شركات راكم عارفين المراه ملي كتخرج متعرضه للتحرش الجنسي، متعرضه بزاف ديال الحوايج، وكتبقى دائما سورتو المراه المطلقه والمراه الارمله كتكون دائما محط انظار كلشي كيشوف فيها، كلشي كينعت فيها، علاش؟ وهي مسكينه عرفتي كتجيبها بعرقتي يعني من فم السبع كما كنقول حنا المغرب. فكتخرج هاد المراه الصباح كتجي في العشيه، يعني هي دايزه من الدرب ديجا بعد الخدمه راها مشاكل كامله، يعني كتكون محط يعني طمع ديال من الحساس حتى الديريكتور، يعني الحساس يطمع فيها، هادي فام ميناج، فام ميناج مسكينه راها بحال داك الشيفون، وتحيه كبيره اللي فام ميناج اللي تنقيو لينا فين كنكونوا، والمالي النظافه السنقه اللي كيجمعوا لنا الازبال ديالنا، حنا اللي كنديروا داكشي، حنا اللي كنرونوا كنوسخوا باش كيجيو هما ساكنين قادو يمسح. فهي ملي كتجي هاد المراه هادي البنات كتجي كندخل انا كنقاد العساس كيطمع، اللي كيتسخر كيطمع، الشيفور ديال الشركه ولا ديال الموبايل ولا ما عرفتش كلشي كيطمع فيها، يعني كتجي وهي مسكينه حاليا راسها وما تقدرش يعني ترد بشي، دائما كتراوغ لان ما يمكنلهاش، راه الا قالت لشي واحد بشي لعيرات ولا راه غادي تخرج في العشيه غتجيب زيرو درهم دارها. فشنو خصها دير البنات؟ خاصها تسكت، خاصها تسكت وخصها تحني الراس، هي ما غدات شي حاجه خايبه ولكن خصني نسكت وخصني نحني راسي وخصني نعم اخويا ونعم مولاي واخا الله يرحم والديك وانت، ودائما تبقى تهرب بطرق زوينه باش ما تخسرش خدمتها. وحتى الا قالت شي مره لا وخرجت من خدمتها راه خصها ما تدخل دارها حتى تقلب على شي بلاصه اخرى فين تخشى الله يجعلها ما تسمع شنو دير باش تمشي تصبر العيالات باش تجيبها. فملي كتدخل دارها كتلقى مشاكل في الدار، يعني هذوك الوليدات يعلم بهم غير الله سبحانه وتعالى كيفاش دوزوا ديجا النهار ديالهم كامل، اللي ناض كيمسح فيهم يديه، سيروا يا ولاد الفاعله يا ولاد التركه، امك كتخرج من الصباح ما كتجي حتى الليل، وانت كما عارفه كاع اصلا هي شنو كدير، ما عرفتيهاش هي واش من الصباح وهي مسكينه حانيه راسها، ومن الصباح وهي ضربه في خاشيه راسها في حشاكم السطر الجفاف ولا في الشطابه ولا في شقع شي شي شي, شي كارثه، فين مسكينه كتجيب بغات تجيب لقمه حلال لوليداتها،
وحتى ملي كتجي ما كتلقاش كيبقاو الجيران كيناتو فيها. دخلات شفتي يلا داخله، راه قالت لهم قالوا لها السلام في الزنقه، شفتي يلا دخلات انت هي راه مسكينه على نبع ربي، هي راه جايه من واحد تما راه اللي كون لقات ما تشوف حتى شي واحد دخل، ما حتى الماكله بالنقص تحط وليداتها ولا شو هما يشوفوا شنو يديروا، غير غير تدخل غير تنعس غير تنعس وما تسمعش، دير مسكينه لي زيكوتر وتصلي صلاتها وتدخل تنعس بحال هكا. فتكيسوا شويه الله يرحم والدينا الجيران ويا الناس وصحاب الشركات، وديروا عطيو واحد لونور شويه، واحد شويه القيمه للمراه اللي كدير فام ميناج، عطيوها على الاقل كما كنقول دائما الكلمه الطيبه. شوفوا من حال هذيك السيده زيدوها شويه، ما تبقاش هي المحقوره في البلاصه، ولا راه خصكم تعرفوا بان هذوك العيالات راه كتكون عندها كتكون ارمله، راه كتكون كما كنقولوا حنا هجاله حقيقه، نيت راها يعني تلا بها الزمان. الراجل اللي كان سد عليها تقدر تلقاها كانت شان ولا مرشان مسكينه، ولكن مسد عليها راجلها بتباع كل شيء، طلق الدار والفراش كيفاش كان، وكرات مسكينه بيت مع الجيران. فما نبقوش نشوفوا ديك النظره ديال الاحتقار لهذيك المراه اللي مسكينه في بيت مع الجيران، ربي يلعن بها. واش هي كرهات؟ واش هي كرهات هي تسد على وليداتها في واحد لابارتمون مقاده وعندها تاهي الشراجم وعندها الهواء وعندها تلقى عندها مسكينه تضو في داك البيت؟ ولكن راه الله غالب. فنهزو بيدين بعضياتنا، نشدو بيدينا، وحده تهز بوحده، موالين الشركات الله يرحم لكم الوالدين، قدروا شويه المراه اللي ما عندهاش امبوست زوين، الله يرحم لكم الوالدين. ما تبقاوش تشوفوا غير في ريوسكم عباد الله، وكاع اللي عنده الفلوس تيشوف غير في راسو. انا بغيت غير نفهم، واللي عنده دائما تيحقر هذاك الانسان اللي ما عندوش، راه هذيك المراه راه يكون ما كانش هي دوك، راه هذيك الشركه راه كتنخل هكا، راه كلها الوسوخات في الدنيا، راكم ما كانش هي كتشطب كدير هذا. وهذيك المراه اللي كتمشي، انا اللي كنمشي نصبر ليك مدام، وكنحيد ديك الوسخ ديال وليداتك، وكنقاد كتخلصيني اي، ولكن كتعطيني غير شويه، على الاقل عاونيها زيديها شويه، الله سبحانه وتعالى غادي يغفر لك بهذيك السيده اللي جات عندك وضربت تماره وقادت وتقاتلات باش توصل لعندك، وقاتلات حيت هي راه ما راضياش، ولكن الله غالب. هي ما كره، واش انت تقدري تكوني في بلاصتها؟ واش انت وشي نهار راه خصنا ديما نديرو راسنا، ديما تنقولها لكم نديرو راسنا في بلاصه الاخر، راه شي نهار تقدر حتى حنا، حتى حنا راه كلشي عند الله قريب. هذاك اللي كيشوف راسو فين فين راه يقدر غدا وبعد غدا هو يولي يصبر عند الناس. والله القسم الا كنعرف واحد السيده كيفاش كانت صاحبة اختي، كيفاش كانت وفاش كانت كتاكل، ولابارتمون ديالها كنت كنمشي كنحماق. عرفتي جات سيدي ولات في بيت مع الجيران، بيت في السطح ماشي حتى مع الجيران، بيت في السطح البنات، بيت في السطح مع بناتها هربوا ليها وهي حماقت، والراجل مشى خلى هرب وخلاها، لان كانوا فواحد لاكلاس، ما نقول لكم شيفو لاكلاس وكذا، ولكن الدنيا راه غدار اتونسيون. فنرجعوا لموضوعنا، تهلاو الله يرحم لكم الوالدين، نهزوا بعضياتنا وما نبقاوش نحتقروا اللي ما عندوش. ماشي جيتي عندك كات كات وكذا وكذا ديروا بحسابك، ولا كنتي لابسه غير جلابه عاديه وجاره مسكينه صندالة ب 30 درهم ولا ب 50 درهم نحتقروك؟ عمر انسان ما كيتحتقر. هذيك المراه راه والده وليدات ان شاء الله غدا يكونوا من كبار الناس في البلاد، علاش لا؟ خصنا نهزوا بعضنا، اللي عنده يعطي اللي ما عندوش، ديما كنقولها وكنعاود نعاودها، اللي عنده البنات يهز اللي ما عندوش. ولد اختي داير حاله، دونك دائما نشدوا بعضياتنا، دائما نعرفوا بان هذوك الوليدات راه عندهم شي حاجه سميتها ام واللي خارجه كتقطع. ما نبقاوش نعتوا في بعضياتنا كما قلت لكم، راه هذا الصباح اللي حنا كنعتوا به راه مشكل كبير البنات، والله ما عرفتش واش خصنا نداواو باش ما نبقاوش نعتوا في الاخر. ما عرفتش واش غير حنا في راه العرب هما اللي فيهم هاد القضيه، عمرك شي قاوه اللي كيدير هكا متبع الاخر تيقول له شوف 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 جامي دلافي، واخا ما عرفتش شنو يدير في الزنقه، واخا يمشي بدون هدوم خلاوها، واخا يمشي لابس غير لي سوفيتمون، حتى واحد ما غادي ينعت فيه، حتى واحد ما غايقولوش، حيت كيقولوا عنده دماغ وهو مسؤول على راسه ديجا. وعاد حنا مسلمين كنقولوا كل واحد مسؤول على نفسه قدام الله سبحانه وتعالى، دوك عندنا واحد الحاجه سميتها الحساب. وهذا نعاودوا نرجعوا تاني، الله يرحم لكم الوالدين، نحاولوا نبدلوا شويه النظره ديالنا للمراه الارمله، راه كل عائله فيها امراه ارمله. واش حنا ما كنشوفوش مشاكلنا؟ واش حنا ما كنشوفوش حديبات اللي هازين حنا فوق كتافنا؟ حنا دائما كنشوفوا غير الاخر، شتي هذاك دار، شتي هذاك فعل، شتي هذيك خيتي يلاه دخلت، وشوفي صاحبتي شحال الساعه وهي داخله، راه ما عرفتش هي ظهرها مسكينه جاي مقطوع من نصه،
ما عرفتينيش انا الليل كله فين كنت ولا النهار كله فين كنت. كاينه كتخدم مسكينه في السبيطارات بالليل كتضرب كتفرق كتضرب ميناج. شوف شتي يلاه دخلت الصباح المعاني والهضره ويرى اللي كله مسكينه وهي واقفه على جوج رجلين كتطلب يا ربي يعفو عليها غير من داك الليل باش تجلس بالنهار. اللي كله يخدم في السبيطار كت باش ما عرفت فرنيه ولا وما كرهاش تبدل النهار. ولكن الليل لان يمكن بالليل بالنهار مسكينه غتقابل ولادها وبالليل غتمشي. ما عمرنا ما نحكموا على الاخر من خلال داكشي اللي كيبان عليه وداكشي اللي هو واحد داخل في الصباح خارج في العشيه يعني راه كيدير شي حاجه خايبه. خليكم شي من الناس، شوفوا حالكم، انتبهوا لنفسكم، انتبهوا لوليداتكم. والمرأة مطلقه خلاص، شتي هذيك راه طلقات من هذاك غير باش دير ما بغات. شتي هذيك السيده ويلي عرفتي شنو كيعاودوا لها؟ عرفتي واحد البارح شنو قالت لي؟ واحد المره شنو قالت لي تلاقيت معاها في الحمام؟ قالت لي هذيك فعلت وتركت راه لا داك الشيء كله ما عنده حتى شي علاقه بالواقع. وهذا الشيء راه كنسمعوه وهذا الشيء راه عايشاه يوميا كتسمعيه من خلال جارتك من خلال صاحبتك من خلال هذا. انا كنت راسي ما كايناش خارج التغطيه، ما كان 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 ما كنبغيش داك قوت. قالت لي قول لي ما مساليهش لي اصلا. وعندنا البنات ما نبغوش بناتنا يتقال فيهم داكشي اللي كنسمعوا على الناس الاخرين. فاللي قال لك راه قال فيك مدام، واللي قال لك هذيك دارت وهذيك فعلت عرف بان غدا غادي يقولها لك حتى انت هذيك دارت وهذيك فعلت واخا ما تكون فيك ما يتقال. فعام عفاكم اتس تايم دائما كنقولها باش نشونجيو شويه باش نشونجاو ماشي باش نشونجيو الفكر ديالنا وانما شونجي اللي دي اللي عندنا على الاخر و بوغ نو شونجي نو ميم. دونك راه سي لور باش نشونجيو حتى حنا سي لور باش نشوفوا بعضنا بنظره اسلاميه بنظره المحبه بنظره الاخاء بنظره الحب. عباد الله هو اللي ما بقاش. عرفتي اليوم قالوا في الواتساب ما بقاش دير الثقه حتى في جارك. عرفتي اليوم قالوا في الواتساب عرفتي ما بقاش دير الثقه حتى في باك حتى في خوك حتى فقدنا الثقه حتى في نفوسنا. داكشي انا معاكم كاين وكاين. حنا المغاربه ما شاء الله علينا راه كنميزو. راه الا بغيتي تحط ولدك عند شي حد راه حتى كتعرفو كتكون عارفو كيفاش وهذا وهذا. كيما قلت لكم هذا الشيء راه كيوقع للناس. راه تقدر مسكينه مرا حيت ما كايناش في الدار او لا ولدها يدخل عند الشهر ويصدق مشكل. هذا الشيء انا معاكم. داكشي باش خصنا نتعاونوا باش تحاول هذيك المراه تنقص داك البيت مع الجيران وتاخذ وليداتها حتى هي. داكشي علاش خصنا نتعاونوا يا الناس اللي عندهم يعاونوا. كاين الحج في المغرب لا ما تمشي تبقى تقول لي الحج 100 مره. حجي غير مره واحده في الحج ديال الله سبحانه وتعالى ديال مكه وجي حجي في المغرب. حجي في الناس اللي ما عندهمش. حجي في خوك اللي ما عندوش. وانت ما شاء الله عليك تبارك الله لا يخصك سوى النظر في وجهنا العزيز. حج في خوك وانت حجي في اختك وانت حج في اختك. حج الحج راه كاين غير في المغرب. علاش حنا نبقاو نقولوا راه خصنا تنمشيو نحجوا باش يغفر لنا الله؟ راه يقدر يغفر لك الله غير على الا غير ساعدتي خوك اللي ما عندوش. انت كتشوفو كيتقطع وتي طون فو كاريمون زعما تجي ترونكيل هكا هو مسكين كيتقطع ويتمحن اولا اختك اولا باش يحط لك ان بلا اللي هو في المستوى لانك انت غالي وعزيز عليه وما يخصوش يحط ما يرضاش انه ما يحط لك شي حاجه واخا يعرف يخرج يتسلف من عند جارو كما كنقولوا جار ديال بصح ويجي بيحط لك وانت ولا انت هنا ولا على بالك وانت عارف البير وغطا. يعني الخوك يكون عارف خوه عارف الميزانيه شنو عنده عارف واش عيد الولاد ولا ما عيدش عارف واش. انا هادي كنقولها لولادي دابا كنقول لهم شوفوا راه لما انا منكم ما نعرفكم لا هنا لا لهي. علاش نقص موضوع اخر ولكن ضروري ندوي فيها البنات لان الخو اللي كيعيط خوك يقول له غير مبروك العيد وسالينا ما خو ما والو. خويا هو اللي عيط في التليفون يقول لي اختي عيط مبروك عواشرك اش اخبارك لاباس عليك واش كاين شي توجيهات العيد؟ غنقول ليه ايوا الحمد لله هكا عيطتي اختي لولادك. خويا عيطتي الخت تعيط لخوها الا عندها لاباس وشاريه ما شاء الله تبارك الله ما خصها حتى حاجه وعارفه خوها ما عندوش ولا اختها ما عندو ما عندهاش. الو اختي عيطتي صافا لاباس عليك اش اخبارك؟ وهذا رجاء تنقول لكم البنات الله يرحم لكم الوالدين. راه التحيه ديال العيد ماشي غير بالتليفون تحيه بهذا. سير خوك عطيه 500 درهم عطيها 1000 درهم عطيه انت 1000 درهم عطيه 500 درهم الا ما عندوش موفي عليه. فوق تما مشيتي موفي عليه موفي على ولادو باش يكونوا في نفس المستوى. حنا هذه كضر الخوت حبيباتي
حنا الا كان ولادك قد مستوى ديال اخوك، نو مي نو مي نو، لا اسمحي لي انا فين اختي، خصها تبقى دائما هي كده وانا نبقى كده. وتحية كبيرة كبيرة وبزاف لهلفاس، الله يعطيكم الصحة. بعدا انا من عندي سوسية كنقول لكم الله يعطيكم الصحة. علاش؟ لان كيبغيو يبقاو هكذا، ما تيرضاوش يكون شي واحد في الخوت ولا في الخواتات نازل يضرب ابدا. حنا كنفرحوا، حنا كنفرحوا وكنسعدوا، وما كيكونش خصنا زعما، ما نقول لكمش في كامل السعاده ملي انا كنعيط ولادي في واحد ليماخ ونمشي عند خويا ولا اختي مسكين اللي ما عندوش في براكه ولا في بيت مع الجيران ولا في شي قرينه، ولقاه على قد الحال يعني، ويحط لي كيكه حتى هو مسكين ويوجد ويتقاطق بسلامه بسلامه سليمه. هضر مع عيد ما والو، هضر مع اخوه ما والو، من الاخر هادي راها ما اخوه ما والو. خوك هو اللي يكون حاول تقعد، انا ما قلتلكش يد اليد بحالك بحالو، او لا تكون نيفوات بحال فحال، او لا تلاجك بحال تلاجته، او لا دارك بحال دارو، او لا تشري ليه ولا، ولكن على الاقل اعتق الموقف. ملي تشوف ضربو هابط اعتق الموقف، هذا اضعف الايمان. في عيد الكبير كذلك اللي ما كيعيطش يقول لك واجي ما بلاش كاعش، بغيت انت بشي عيد اسيدي كان اللحم حنا نعطيو، ما تعطينيش اخويا اللحم انا ما تعطينيش، الا كنتي خويا ولد با امي وكتخ. وبصح اخو هذا الخو كنهضر على خو الشقيق، ما كنهضرش على الجيران، بعد ما الجيران كتلقى فيهم خير اكثر من خوك. فعيد ليا ما عنديش واحد الحول ان شاء الله يكون ب 16000 ريال، ونقول هذا ديال اختي اللي عندها الولاد، وهذا ديال خويا الخت تعتق خوها، وتقول هذا ديال خويا اللي ما عندوش الولاد، اللي عنده باردون الولاد، وحيت ولادو ماشي باغيين اللحم، باغيين نحاول يشوفوه كي بكرونو يعني كيقول باع، خلاتها واحد السيده قالت لك بغيتو يقول باع، واخا يكون قد المش. دونك هضرنا على العيد، هضرنا على سميتو شويه الاخوه، لان الاخوه حتى هي غدا وكت كترجع ورا، وكل كيقول راسي يا غفور، وهذا مشكل كبير وكبير وكبير بزاف، وغيكون ان شاء الله موضوع حلقه خاصه. نرجعوا ل دونك كيما قلنا نشدوا بعضياتنا عفاكم، وهذا وماشي راه حيت كيما قلت لكم الاخوه راه في الاسلام زعما بدينا كنبعدوا عليها بزاف، ولينا بحال الكور ما كنتسوقوش، ان شاء الله تعتف الزنقه ما كاينش اللي يديها فيك، وهذا الشيء اللي كاين. والله يخلي كل واحد والديه، لانهم في الحقيقه اللي الكنز الكبير واللي ما كيتعوضش ابدا 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 ابدا، ملي كيفوتك هما كضربك تلافه يعني، ملي كتبقى من يبقى هاد الخوت. انا ما كنهضرش كيما قلت لكم فاسيين، كيبقاو دائما ليغاليتي، ما تيرضاوش يكون شي واحد فيهم خارج شي بلاصه، وشي واحد فيهم ديما خويا كيموفي على بعضياتهم باش يكون نيفو مقاد، وهذا مشكل عويص. المهم شنو بغيت نقول لكم، ما عرفت فين كنت كندوي عاوتاني ومشات بيا. كنا كنهضروا على المراه، قلنا باش تحول البنات هي، انا كنهضر مع عندهم حيت يعني اللي ما كيما كنقول لكم اللي ما عندوش ما يعطي، يعطي غير كلمه طيبه، يورينا شنو كاين، يبارطاجي معنا يعني، باش توصل بزاف الناس اللي مهمين اللي خصهم يسمعوا هادشي، فيقدر يكون ولاد هذيك المراه غادي يوصلوا، ما غيكونوا مشعل الغد، وتا هما غيعطي غيطلعوا حاقدين، غيطلعوا حاقدين لانهم هما ما غيعتقوش الناس لانهم ما كانتش كتعتق. فكيفاش بغيتي ولدي انايا اللي انا كندير الميناج في واحد الشركه وكلشي كيعفط عليا بالصباط، ملي نكون انايا في واحد المنصب اللي هو كبير نعتق الناس؟ ما نعقلش على حتى واحد، ما نكذبش عليكم ما نعقل على حتى واحد اكيد، لان امي كنت كنشوفها كتبكي في الليل وكتقول لك ما عنديش باش نعيط لكم وليداتي، وامي سيري عند خالي، ومن لا ما نرضاش نقول لي، وماما سيري عند فلان ما نرضاش نقول لي، خليها من الله نبكي ونسكت. وخلات واحد صاحبتي مسكينه كانت كتقول لي كنسدو كنديرو راسنا ما كاينينش، تخيل اللي كانت كتسد على الباب وكتقطع فيهم الزي باش ما يسمعوهاش الجيران. شوف الدرجات الاسلاميه فين وصلنا على الجيران. نرجعوا للجيران وهاد القضيه ديال جار على جار، عار جار على خوه ما كايناش البنات، ها العار ما رجعوا ليا القضيه ديال عار جار، راني في راسي، رجعوا لنا القضيه ديال الجار على جار، ها العار رجعوا لنا عار جار على جار. السيده كانت عندها بوست زوين، سالينا من ديال البيت لان كثير موضوع كثير ما غيخصنيش فيه بوحدها راه ساعات، لاباس عليها وتبارك الله ما شاء الله كتمشي فلوس صحيحه وما خلات حتى بلاصه وكذا، ماتيها الراجل وولادها كبروا ما شاء الله وعندهم دي بوست داكشي مزيانين وخدامين. نهار الحد كيجيو عند ولادها كدير لهم كسكسو، قالت لي ملي كان الحاج الله يرحمه كنت كندير كسكسو كنعطي للجيران، كنت كندير كسكسو
قلت لي وكان كت قصارة ديال الكسكسو كيمشيو للجيران، دوك القصارة الصغار قصرية قصرية اللي معاها في نهار الجمعة. ملي مات الحاج الله يرحمه وليداتها كبروا وما كيجيو عندها غير لحد كدير الكسكسو، ولات هي قالت لي تنشم. تخيل عرفتي كسكسو البنات، عندكم كسكسو، عندكم الحريرة، عندكم الحوت، هادو خطيرين، هادو خطيرين، كيخرجوا من تحت الباب وكيدخلوا حتى البيت النعاس اللي كنتي نعسه مصممه كم في غيبوبه غتشميهم عند جارتك. دونك هادو ثلاثه البنات الله يرحم لكم الوالدين والله يوسع رزقكم ويسهل عليكم. الى عندكم شي امراه ارمله مطلقه وعارفينها ما كديرش كسكسو، كسكسو كيتشم كسكسو نهار الجمعه ولا طيب، غطيه صغيره ورا البنات 5 دراهم من اسباس تركي، ندير فيه شويه جوج قزوان مقسوم على جوج، الفيتا مقسوم على جوج، قريعة من الفوق، فليفلة حارة، القيمة ديال الدجاج واللحم ولا شنو عندك في الوسط، وعطيه ليها إن شاء الله بلاش، ولكن أنا عارفكم غديرو، وعطيه ليها. عرفتي في كل حبة مع تشحال الحسنات، فما نتوما عارفين ما شاء الله ما نقولكمش. فعرفتي النهار ما كديرش كسكسو نهار الجمعة وكتشم وكتولي باغي تدفع فيه قصرية 100 درهم ولا 200 درهم، هاديك الطبيسة الصغيرة تشري 100 درهم وما تلقاش. فما فيها بس البنات الا حداكم شي مرا هكذا ولا شي بنت مسكينه كاريه وما عندهاش يعني والديها هنا كيقراو كيقراو في تبارك الله في المدرسات كيقراو خدامين وما عندهاش لي طياب، والمسمن فكرتو موني في المسمن شفتو حتى هو شوها كيشوه المسمن. ما فيها بس جوج مسمنات هكا يعني نرجعو للجورة، علاش لا نرجعو لجورة زمان البنات، كانوا البنات كيجيو من المدرسه كتلقايهم تيكلاو وشربو سهله وهادشي كتعاود لينا الوالده. دابا ما كاينش هادشي، دابا لا كلاس، دابا البنات ولات واحد الحاجه خطيره بزاف 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 وخصنا نحاربوها ما امكن. ولات لا كلاس انك تسكن في واحد لابارتمون وما تعرفش السميه ديال جارك، حتى الا تلاقيتي معاه في الزنقه، حتى الا عرفتي سميتو تلاقيتي معاه في الزنقه جارتك، سالو سافا الحمد لله ميرسي بوكو لالا يخطيك صافي سالينا تسالات الهضره. هادي هي الجوره ديال زمان، هذه هي الجوره ديال اللي خصك شي حاجه دق عليا. المراه كتولد عند جارتها دقات ليها وداتها للطبيب وقبلتها كاع بعض المرات، فين هو هاد الجوره؟ ما بقاتش، ما كاين والو، كاينش، كاين الله في ملكو. دونك كندق على الجاره، قالت لك شي مره نعاود لكم سميتها، قالت لك دقيت على الجاره خرجات قلت لها الله يرحم والديك، راني صافا لبس عليك اش خبرك حبيبه ديالي كيدير وليداتك، عافاك انا راه ما دايرش، كان رمضان ما درتش الحريره من شحال، ملي دخل رمضان ديجا عندي المعده ولكن شميتها عندك انا مزوقه فيك، غير زلي فهاد الحريره غير صغيره ولا شي واخا دايره غير في كاس، عافاك عطاني قلت لها صافي واخا داكو حبيبه ديالي غير نحط وانا معك قرب الفطور انا عندك، حتى خرج رمضان ما كايناش حتى معلقه الحريره. سي لا هونت بحق الله العظيم، سي لا هادي ماشي هونت، هادي ماشي غروند هونت، ماشي هادي راه فاتت لا هونت اللي كتجي يعني نبقى دايره بالي مع ديك الحريره اللي غتعطيني انت في هذاك النهار، ونقدر نشرب منها غير جوج معلقات حيت راني معده، وانت ما صيفطيها ليش نهائيا كاع بالمره. ولا شي وحده مسكينه كتوحم حداك، عرفتي قالت لك داكشي اللي بكات ديك السيده مسكينه صاحبتي، وبقى فيها الحال انها مصرفه معاها ما نقول لكمش، كانت كدير عندها لي سواغي وكانوا كيجلسوا. المهم فدخلنا عليك بوجه الله باش حسيتو دابا السيده كتسنى مسكينه الحريره في رمضان، في رمضان يوم رمضان كل عمل بني ادم له الا الصيام فهو لي، يعني في رمضان الله سبحانه وتعالى مشكل يعني الصدقه صدقه صدقه صدقه، كانت تطق على تقول اليوم راني ما درتش ولا. المهم ف هادشي اللي كاين، هذا موضوع كيأثر فيا بزاف بزاف بزاف، عرفتي شي واحد يقول لي دق عليك ويقول لك عطيني شي حاجه ما تعطيهاليش كارثه عظمى. لا يمنع ولا الماعون، المعون ما خصكش تمنعو عادي، الا قالك انسان عطيني دغيا هاد الخبز ولا هذا ولا هذا عطيه، انت مغربي ومغاربه معروف عليهم الكرم، عطيه والحبيبات ديالي عطيه، وانا عارفكم كتعطيو. انا كنهضر مع واحد الناس اللي ما بقوش كيرحموا، اما حنا الحمد لله ولي زابوني ديالنا اكيد مادام كتكتبوا كذا كنا مزيانين الحمد لله، وهذا نفضل، وبغيتكم تزيدوا فهاديك مزيان، بغيتكم تزيدوا، والشعار ديالنا دائما هو دير الخير تلقاه، دير الخير البنات تلقاوه، ديروا الخير وتلقاوه. حاجة مهمة تانية هي الوليدات الصغار دابا في هادشي ديال الجورة مبقاوش كيتعتبرو، يعني ولدك مبقيناش كنعتبرو ولدك بحال ولدي. في الأحياء الشعبية كيدابز واحد الدري مع واحد آخر، الكيرة كتنوض المقاتلة
يقدروا يوصلوا فيها حتى للحباسات والضرب والجرح. وملي كيساليو الدراري الصغار كيعنقوا كيعنق هذاك الولد كيتمو غاديين في الزنقه كيدويو، والوالدين واصلين واحد النيفو ما نعاودش ليكم. خليهم الى طابزو دابا شويه غادي يتصالحوا، وي هما الى دابزو حيت ما عندهمش العقل حنا راه عندنا العقل. الله يرحم لكم الوالدين الجيران، الله يصاوب لكم الايام الا ما صوبوا الايام مع جيرانكم، ردوا العلاقه كما كان ديال زمان. تهلاي في ديك الجاره اللي حداك اللي متكي عليك، اللي كانت مراه كبيره ما عندهاش الاولاد، او لا مسكينه مراه مسنه بوحدها ما عندهاش اللي شقر عليها، شقر عليها انتيا ما فيها بس. مره شوف غير بالكلام الزوين، والله العظيم بالكلام الزوين عرفتي تكسبي الدنيا وما فيها، غتولي من اطيب خلق الله ومن احب من احب الناس لقلوب الناس. الكلمه الطيبه عرفتي كتدخل بلا استئذان، كتمشي بق بالزربه. هادشي اللي بغيت نقول لكم، بغيت نقول لكم نخليكم دائما معايا، ساندوني غادي نعاود ان شاء الله قصص اللي هي واقعيه البنات، واقعيه 100%. غادي نعاودو على كيما قلت لكم على الناس اللي تحربات باش وصلت، غادي نعاودو على الناس اللي سورتو العيالات كنهضر العيالات بزاف حيت انا مراه وخصني نعاود على المراه ما نعرفش نعاود على الرجاله. نعاودو على قصص ديال البنات اللي حاربوا، يعني اللي داقوا المر والامر من المر، ودازت عليهم الدكاكه عرفتي ديك الدكاكه اللي كدوز هكا كدوز هكذا حتى ولا دارهم ارطب من كرشهم، ارطب من دارهم وعطرهم ارطب من كرشهم، الدكاكه ديال مزيان. يعني الناس اللي تعذبات، بنات اللي تعذبوا بزاف، تعذبوا بزاف بزاف، وبكاو الدم، بكاو الدم، وبكاو الدم، ولدوا وليداتهم وتقاتلوا عليهم، والحمد لله وصلهم وشافهم كيما بغاو. ملي كنقول البنات وصلهم راه ملي ماشي ولاو وزاره ولا دي بيلوت ولا ما كرهناش، ولكن المهم وصلهم لبر الامان. البنات كاين واحد الحاجه سميتها بر الامان في الدنيا، شنو هي هاد بر الامان؟ شنو هي البنات؟ شنو بر الامان عرفتي شنو هي؟ هي انه يخرج لك ما يدير مخدرات بزاف الحوايج، يكون انسان عادي عرفتي، بحال اش بحال شي مرا ملي كتكون حامله تيقولوا ليها واش عندك بنت ولا ولد، واذا كانت هي يا شنو كتقول؟ كتقول ليهم الله يعطي اللي فيها الخير، بحال البنت بحال الولد، تكون غير يعني يكون بحالو بحال الناس. يعني لحتى تيوصل الناس كانوا كيقولوا الناس ديال زمان يعني يكون كامل الصوره، يكون بحالو بحال يا ايها الناس، لحتى تيوصل الناس يتوضر ما يكونش يخالف. حنا لا بغيتها بنت ولا ما كانش بنت ما ندير بها، لا بغيتش ولد ولا ما كانش، ونحنا نضربوا مع الله سبحانه وتعالى. فاللي جا عند الله مرحبا به. فهنا ولا بنتي توصل لبر الامان، بغيت بنتي ولا ولدي يكون انسان طبيعي بالعقد بلا 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 بلا، ويكون منضبط، يكون دري عادي على الاقل، الا ما طوال يعطي غير يخدم بحال يخدم في اي خدمه، الا ما جابلوش الله في القرايه كاين التكوي الحمد لله، الملك ديالنا الله ينصرو ويعزو ويزيدو ويخلي لنا بلاد امنه البنات، راه الامن والامان هو كل شيء. كاين تكوينات، كاين شباب الرياضه، كاين ناس ما قراوش باقي من الرياضه داروا داكشي اللي ما يديروش داك لو ديريكتور ديال شي شركه، غير كيلعبوا كره وتبارك الله ما شاء الله فين وصلوا. فشوفي كوني مع الله ويكون معاك، ونامنوا بالقدر ديما تنقولها خيره وشره، ونعطيو لوليداتنا من قلبنا الحب الكامل. غتكون ان شاء الله مواضيع دائما مواضيع الاسره المغربيه، مواضيع كبيره كبيره كبيره. عندي واحد الحاجه بغيت نقولها لكم اكيد، وهي ارغان. كنت داك المره قلت لكم على الشعر ديالي، كنا قلنا بان كنت قلت لكم ارغان، والبنات بزاف صوروا وقالوا لي اش كيفاش وهذا. عندي واحد الحلقه ان شاء الله خاصه جات عندنا اليوم، تحيه كبيره للست فاطمه، مدام فاطمه، فاطمه حنا في الشلوح كنقولوا فاطمه، دونك فاطمه تحيه كبيره ليها، هي من عائله الوالده ديالي، دونك على ارغان راه غادي تجي ان شاء الله واحد، حيت كيجي عندنا من البلاد ديالنا، يعني كيجي من البلاد،
ملي غادي يجي ان شاء الله غندير واحد الحلقه من تما خاصه، وغادي نقدمها لكم بنفسي ان شاء الله، وغادي تكون اكيد حلقه متميزه، حيت غتشوفوا داكشي هو كيتصاوب قدامكم والمراحل التامه. باش ان شاء الله تكومونديو عندنا، ونمر التليفون وكلشي راه كاينه غير في سبعتها في جميله، وقيله جوج والله ما عرفت، غيكون يمكن قريبه للافاتار اكيد. تحيه كبيره للافاتار. بقات حاجه اللي هي بغيت نقولها لكم ضروريه البنات، واللي هي شي حاجه بغيت نقولها لكم. اوي بعدا قبل ما ننسى، غادي تقولوا لي على سميتها هذه، راه غير واحد واحد كما كنقولوا قندوره البنات، قندوره حتى هي جابتها لي اختي. شحال هذه كاين شي حوايج كي بحال هادشي زوين، كاين حاجات البنات كنصدقهم يعني، بحال بحال اي والناس يعني، حاجه كتبقى عندك اكيد كتعطي لشي حد اللي كي اللي كتبدي شويه باش كنبدلوا الماريو ديالنا. وكاين شي حوايج كيبقاو عندي 10 سنين 12 عام، ولكن كتكون شي حاجه اللي عزيزه عليا بزاف 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 يعني، ما غاديش نلقى. المهم شي حاجه اللي كتعجبني وكنرتاح فيها، كتفصل بقيت حتى هي وكنعطيها، ولكن هادو بقاو حتى هي شي 10 سنين شي 8 سنين تقريبا، هذيك كثار قبل ما ولدت محمد انس عنده دابا ما شاء الله 10 سنين. دونك هيا نوريها لكم مريحه، عرفتي في هاد لو تيغ انا كنحمق على شي حاجه سميتها النمر، وعندها الصنداله ديال حتى هي في النمر. دونك هيا في هاد لي بايات هادو من الجنيبات، هنا نوريها لكم هكذا في الكميمات هنا، ومفتوحه من هنايا ومسدوده كامله. دونك هادي فيها النمر وفيها هاد الراس هكذا، ماشي هاد الراس هذا بنت واحد لي بايات ان غابيل هاد الستيل هذا، عرفتي هادي وتصبرت مليون مره ومشات للبلاد كلبسها حيت لان طويله البنات وعريضه. شوفوا قداش انتم فاطمه زهره التليفون بنتي، خذ ريان تعال حبيبي، خذ الهاتف ودي ليوسف، ودي حبيبي ليوسف. ولدي يوسف التليفون مضروب على الراي. يوسف انت حبيبي هذا، تعال ريون حبيبي تعال حدايا، تعال تعال اقعد، تعال قول المشتركات حقي، قول لهم اهلين. شو كي ولا جابيض من السعوديه، شو كيفاش ولا، قول لهم جيت من السعوديه. قول اسمك. انا طبعا كنت اسوي مقاطع في السعوديه. انت مين بدا قول انا شنو سميتي أنا ريان. انا اسمي ريان، جيت من السعوديه اشوف انا شو خليك لي يا حبيبتي خالتي. نحبك مره انا. كنحمق على الوليدات. سميتو ريان ولد اختي لطيفه، وهو ريان القرشي. القرشي اكيد القرشي. دابا ولا تعلم العربيه، قول لي كلمات باللغه العربيه ديالكم. ايه ديالنا ديالنا سبا ديالنا بزاف. قول كنحمق عليكم، قول اليوم كنحمق عليك. اوه بغيت نسكر كنا نعمرك بالعكار. يلا سير لعب مع محمد انس. كما قلت لكم الله يفرح كل ام بوليداتها، والله يفرح الله يخلي كل ام وليداتها، وان شاء الله دائما 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 التوفيق لكم كاملين. وبغيت نهضر لكم، فكرتوني على تلفني ولد خالتي ريان، بغيت نهضر لكم على لا ليفريزون البنات. الوغ لا ليفريزون اللي بغات شي حاجه من عند الحريزي انا جات في ديسپونيبل. دونك راه كندير لا ليفريزون البنات، كناخذ من الحريزي هكا سميتو لي زارتيكل اللي عنده بيجامات وهذا وداكشي اللي كتشوفوا عنده راه هو اللي كاين البنات. وراه الفيديو درتو ليكم حيت واحد البنت قالت لي داكشي اللي في الواقع شكل، يمكن شي حد قال لها شي حاجه. قلت لها حبيبتي اجي عندي ونتلاقى انا وياك عنده ونوريك، والبنات غتاكلوا لي هادشي. البنات اللي مشاو لعنده ما شاء الله عنده تبارك الله داكشي كيحمق وبقات من خياليه. البنات تبارك الله ما لابسين من عنده. اول ما صورت باقي ما كنعرفوش كاع، اول مره صورت فيديو يعني غير مشيت وعجبني الثمن، راه خديت عنده خديت عنده جلابه، خديت اختي جلابه وخديت انا مشترياتي الاولى، والله العظيم باقي ما كنعرفوش. وبيجامات راه باقي لدابا اختي ما كتحيدهاش، وانا كذلك خديت، ومرت خويا خدات جلابه تبارك الله كلشي خدم من عنده. صحاباتي الناس اللي كيجيو الاسباس تحيه كبيره ليهم، ضحى الغزاله ديالنا. بنتي الثانيه بنتي الثالثه عندي فاطمه شيماء وفاطمه زهره، ودابا ضحى اكيد ضحى هي الاولى عند شيماء عند فاطمه زهره لان التتابع. فالله الله يسعدكم حبيباتي والله يفرحكم، وان شاء الله ديما الخير القدام. عمرك قبيله شكون شفتها قالت لي ديموراليزي، ما تخليو حتى حاجه ديموراليزيكم حبيباتي، والله العظيم ديروا بحالي. كانت انا حمقى وكنبقى
انا فاش كندير موراليز يعني كندير دابا شنو كندير، كنمشي شي بلاصه وكنبكي حتى كنبرد قلبي، وكنجي خلاص وكن ولا كندير شي اغنيه وكنشطح عليها مزيان كنبرد قلبي وصافي، وكان كنكون وحده اخرى، وملي كنكون فيا صافي شي حاجه ثانيه ما كايناش كنهبط المريو كله وكنعاود نطلع. وانا عندي واحد الفيس سميتو الحوايج، دونك تنطوي ما نقدرش ندير مثلا بيضه حدا بيضه، خصني ندير مثلا ابي البيض ندير فوق منه احمر، هذا هذا عاد ندير البيض عاوتاني. عندي واحد واحد الوسواس من الطويان، داكشي كنبغي داكشي يكون حيد الطقم ديالو على قد الحال. المهم ان شاء الله غادي نوريكم واحد الكوزينه متواضعه جدا جد جد متواضعه، يعني انا كنصاوب كوزينه شي حاجه اخر غير على قد الحال. المهم ديال بلاستيك كما قلت لكم داك المره، غادي نوريها لكم ان شاء الله عندي في الدار. وريتها البارح دوات معايا واحد صاحبتي في الرباطيه ديالنا حنان من تماره وعجبتها، وقالت لي كتبان بحال العود، هي غير بلاستيك، هي المهم تقريبا كيطيح بنفس الثمن ديال العود، هو ماشي داك العود اللي على بالكم، العود القديم علاش كنهضر انا. زوينه بزاف وسهله وتقدر تحطها فين ما بغيتي، يعني الا سهلت الله في كوزينه اخرى نقدر نديرها في داك في البالكون عادي الاستعمالات في الحمام فين ما حبيت وفي شي بلاصه خاويه. بلاكارات خطيرين وعندها واحد بيفيد الارض ان شاء الله غادي نوريها لكم. انا كنحاول نقاد فيها داكشي ديال اسباستيك باش نوريكم كوزينه زوينه، شي حاجه بغيت ناخذها من تما ان شاء الله. و لا ليفريزون، نرجعوا لا ليفريزون، هي اهم حاجه بغيت نقولها لكم في الفيديو. دونك كما قلنا اي حاجه خصكم من اي بلاصه اتصلوا بيا على 06 27 48 95 94. 06 27 48 95 94. هذا الرقم ديالي الخاص، وتبارك الله ما بقاش كيسكت. او مرحبا بكم، اللي ما جاوبتهاش تعاود اتصل، لان كيكون عندي تليفونات بجوج، دونك كنكون اما هنا اما هنا، اما في كوميونيكاسيون مع شي حد، اما كاين جديد اللي هو خطير بزاف 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 وما عنده حتى علاقه بهادشي كله اللي صورت قبل. ومرحبا بالبنات اللي عندهم القنوات كاملين، عيوني لكم حبايبي. وحاجه ثانيه اللي هي مهمه، لا ليفريزون ديال رشيد، دونك حتى الحريزه البنات راه كندير لا ليفريزون من هنايا، اكيد انا غادي ندير غادي نمشي وغادي نجيب المسائل من عنده وغادي نصيفطها لكم، اكيد غادي تكون كوميسيون ديالي هذه ما فيهاش. باش نقولها لكم بالعربيه، حيت شي حاجه اللي نقول لكم هذه راه خديتها غراتويت ولا هذه راها نتوما عارفينني انا ام مغربيه عندي وليداتي خدامه في هذا في هذا في هذا الشكل هذا، يعني كناخذ لا ليفريزون غادي نجمع لكم لا ليفريزون فيما بغيتو كاينه فيما كنتو بغيتوها من اسباس تورك مرحبا، حيت انا دابا ما بقيتش خدامه مع اسباس تورك باش نكون معكم واضحه 100%. يعني بغيتوها من اسباس تورك اون اتوندون هما يديروا شي حاجه، الا كانت شي بنت من اسباس تورك ولا شي ولد ان شاء الله الا جابوا رشيد راه على الراس من فوق ان شاء الله غادي ياخذ تليفون وغادي يخدم معكم هادشي ان شاء الله غيوضح لكم رشيد اكيد في شي حلقه غادي ياخذوا، لان شوف يعني الربح اللي بالنسبه لرشيد وبالنسبه لبزاف الربح فوقاش غيكون ملي تجي انت تاخذ ولا انت مدام تاخذي لارتيكل من عند رشيد من المحل، يعني كيبيع هو اصلا كيبيع بثمن الجمل، يعني راه داير لكم ثمن ما كاينش في كازا. دونك ملي كيكون ملي كتجي انت كتاخذي هذا لارتيكل وهذا لارتيكل مثلا واحد 1000 درهم ديال السلعه خديتيها من اسباستور ياك، ففاش غيخلصني انا ويخلص الترونسبور اللي غادي يديها لك انت حتى ولا المهم اكثر كنهضروا على العيالات ويديها حبيبتي حتى الستيام ولا الكار ولا الكاميونات ولا انا ولا هنا، راه هو اللي كيضيع، يعني بحال هذاك الربح اللي كيربح معك داك شويه الربح بحال كتقسمه معاه، فكيولي هو خاسر. الا خلصني انايا يدير لي الشهريه ديالي انايا او لي عطيني بورسونتاج، فعطاني بورسونتاج انا اللي ضيع البنات باش نكونوا واضحين 200%، عطاني بورسونتاج انا اللي غنكون ضايع. ولا ولا خلص في شي حاجه ولا خلصني ولا خلصني البنات في الشهر كامل. دونك كما قلت لكم حبيباتي من الاحسن انكم يعني الا كانت ان شاء الله تعالى لا ليفريزون غادي تكون من طرف شي ولد اخر ولا شي بنت اخرى، فان شاء الله غادي يعلمكم اكيد رشيد. ولا كانت اللي بغاني انا، حيت بزاف البنات قال لك لا الا ما كنتيش نتيا ضروري تكوني ملي يكونوا اللي بغاني البنات، والله الا افيك غران بليزير وحق الله العظيم مرحبا ومليون الف مرحبا. دونك اللي بغاني البنات غادي يعيط ليا في التليفون ديالي هاد النمره وغادي نجي عنده الاسباس تو وغادي نخدم معاه لكم، دونك غادي نجمع معاكم افيك غران بليزير. ولكن اللي بغى البنات ليفري ليه فاكيد ملي غادي نمشي انايا وغادي نجمع ليك وغادي نصيفطها اكيد غادي يكون يعني واحد انتم عارفين يعني لكل اجيري اجرته.
وهادشي اللي كاين، هادشي اللي بغيت نقول لكم على لا ليفريزون. المهم بور لانسون راني وقفتها، يعني حيت الناس قال لك راه تخل، يعني ولاو بزاف ديال الفيديوهات وداك الشيء في هذا في اسباسيو، فمن الاحسن يعني تكون ما يبقاوش يكثروا باش الناس ما تلفش، باش الناس ما تدوخش. يمكن انا كنت ثقيله على عليكم شويه، معليش والله سامحوني، ولكن ان شاء الله. المهم هادشي اللي كاين، كنتمنى ان شاء الله دائما نكون عند حسن ظنكم وتقبلوا عليا، وحيت هادشي اللي كاين كما كنقول لكم دائما شي حاجه اللي من القلب راه كتوصل بسرعه وكتوصل بالزربه بدون استئذان. ان شاء الله يكونوا دائما مواضيع زوينه. المهم انا كنحاول دابا كل مره يعني غير نشوف، بغيت نشوف شنو البنات عجبوهم مواضيع. قلت درنا مواضيع كثيره، ان شاء الله غتكون مواضيع اكيد. وعرفتش شحال مسجله ديال المواضيع، ما نقول لكم كتب علينا قرب يتنصص ما شاء الله بالمواضيع اللي طرحوا عليا الناس. قال لك عافاك عاوديها، غادي نعاودها بلسانكم غير رجاء الله يرحم الوالدين. نتهلاو في بعضياتنا، العدوزه تتعامل مع مرت ولدها مزيان، ومرت الولد اكيد تتعامل مع دوزتها مزيان، والراجل يتعامل مع مرته مزيان، وانت سيدتي حبيبتي تتعاملي مع راجلك مزيان، الخوي يتعامل مع اخته مزيان، وشي موفي على شي وهي غاده حتى لعند مولاتي كما كنقولوا. دونك ما تخلوناش عافاكم، تساعدوا صدقوا ولو كلمه طيبه، حاجه ما بقيتش بغيتها نطويها ونقادها ونصدقها، فاكيد اللي غادي يعني هي غتنفعك هنا وغتنفعك ليه، غتنفعك في وليداتك، غتنفعك في صحتك، غتنفعك بزاف ديال الحوايج. راه حتى حاجه البنات والله العظيم خذوها مني، حتى حاجه ما كدوز غير هكاك، كل شيء كيتقيد، كل شيء عند الله سبحانه وتعالى محسوب. فنتجاوزوا على بعضنا، حيت الله سبحانه وتعالى كيتجاوز علينا بزاف ديال الحوايج، حيت كون كان الله سبحانه وتعالى هاز السلاح الحمر وكيقيد علينا، هو كيقيد سبحانه جل جلاله، ولكن راه يعني كيتجاوز علينا، كيتجاوز علينا ملي كتقولي استغفر الله، ملي كتمسح كلشي. فلنتجاوز حنا على بعضنا، نتجاوز على بعضياتنا. وتحيه كبيره 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 لواحد السيده اللي عيطت لي الصباح، والله ما عقلت على سميتها، سميتها البتول. البتول قالت لي الصباح انا البتول اللي عندها واحد العكاز يمكن درات رجليها مسكينه، والله ما عقلت عليك، وسمحي لي بزاف حبيبتي. وتحيه كبيره لك والله، وعلى الكلام الغزال، الكلام الفن اللي قلتي في حقي، انونور والله العظيم انني نخدمكم كما كنقول دائما، نخدمكم بعيوني، وفيما ما كنتوا الحمد لله انا معكم، وفيما ما كنت نتوما يا معايا ليكم انا دائما قناتكم. ديروا فيها اللي بغيتوا، قولوا اللي بغيتوا، قولوا فيها يعني، عطوني مواضيع كثيره، وان شاء الله كل حاجه كنقيدها اكيد، حتى حاجه ما كندوزها للناس، كل شيء كنقيدو، كل شيء كيتقيد في الكتاب عندي، باش ان شاء الله الا بغينا نعطيو نعطيو كاملين، باش تكون قناتنا تكبر معانا حنا على الدين. ان شاء الله غنكبروها كاملين، غنكبروها بيك وبيا، وان شاء الله حتى وليداتنا ندخلوهم معانا، علاش لا، يعني تكون قناه اسريه كامله. فتهلاو بعضياتكم، ما تبقاوش تحكوا الناس على الدبره، والناس اللي دايرين بينا ما تبقاوش تحكوا على الدبره، حيت ما بقاش فينا ما نصبروا. وحق الله العظيم زعما هذا بعدا انا كنقولها، انا راه عرفتي ما بقاش عندي البنات حتى غرام انني نصبر، فاض الكاس ووفى، عرفتي ديك جوني اللي غايبوي هكا كاني، ما بقاش عندي فين نزيد شي حاجه. صافي اصلا باغا نسافر شويه باش بوغ شونجي شويه هذا لير وداكشي، غادي نسافر ان شاء الله مع الوليدات، باقي ما عرفتش فين، واش جديده واش تطوان واش ما عرفتش، واش الشمال ولا انا نورمال كنمشي دائما جديده، وكيحماقوا على وليداتي. دونك البنات اللي كتعرف شي، ما بغيتش انا دار صغيره، ما كرهتش فيلا فيها بيسين، علاش باش الاولاد باش تبقى يعني غادي بهم البحر، جايه بهم البحر فيلا ولا شي دوك لي لا ما بغيتش شي حاجه. كاين لقيت واحد لي ريزيدونس البنات فيها ابارتمون الوسط، ولكن ما بغيتش، بغيت شي تكون غير بتيت فيلا، ماشي شي فيلا صغيره، يكون فيها بيسين ديالك خاص، ويكون ثمن جد مناسب. اللي خرجت البنات وشافت شي حاجه وعجبتها تعطيني عافاك، صيفطهم ليا في الواتساب نمره التليفون، ما كانش باقي في حقه ما دخلتش باش نقول، باش نشوف جاتني واحد الفكره غادي نقيدها قبل ما ننسى، باش نقولها لكم افون دو فينير. دونك اللي علاش 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 حيت مول فكرنا ناخذ غير ابارتمون، كنكريها بواحد 300 درهم 250 حتى 300 درهم، ما كنفوتهاش البنات ما نكذبش عليكم. ولكن هذا العام اختي هذه دابا اللي جات ولدها راه عاد جاي مقرمل، قال لك خداو فيلا بشي يمكن شي 500 درهم، شات هي وخويا، يعني هما جوج الناس، خويا ومراته وبنته،
واختي هي ولدها. دونك مشاو وخداو فيلا ب 500 درهم، يعني راه مابقاش الغلا الحمد لله، مابقاش الغلا بزاف، فيلا على قدها كامله. بيسين ديالك خاص انت وليداتك، كيتبدل الما كل يومين كيبدلو كيعقمو داكشي، فزوينه كيجي السيد كيبدلو كيخرج، يعني لبسي اللي بغيتي ما غتبرطيش. لقيت البنات اقامات كما قلت لكم، ولكن غتكوني مقننه، خصك فهمتي تلبسي هكا، وسورتو البنات اللي كيبغيو يلبسو. كنفضل انا، جاتني علاش لا هاد العام ان شاء الله ما يمشوش شي حاجه، وغادي نبارطاجي معكم اكيد اكيد اكيد، وغادي نصور ان شاء الله من تما. ما كرهش البنات بليز، رجاء اللي عندها شي حاجه ولا اللي عندها شي لوكاسيون علاش لا. اصلا غادي ناخذ ان شاء الله طوموبيل من عند واحد ولد حدايا هنايا، عنده الطوموبيلات زوينين بزاف، كيدير لوكاسيون دو فواتور. غادي لان ما عنديش طوموبيل، اكيد انا ما عنديش طوموبيل، راجلي ما عندوش طوموبيل. البنات حنا غير ناس عاديين، باش ما بقاوش نفسروا على بعضياتنا. عندنا القناه ديالنا مصداقيه مليار في المية. دونك غادي ناخذ، كانت وما بقاتش، ناخذ ان شاء الله هذيك الطوموبيل، وغادي نمشي مع وليداتي يا ربي ان شاء الله. حتى نتوما بغيتكم تخرجوا البنات وتفوجوا، وصيفطوا لي فيديوهات، صيفطوا لي شي حاجه شفتوها عجبتكم نديرها علاش لا. بليز البنات اللي سافرت لخارج المغرب تصيفط ليا اللوحه علاش لا. هذه خرجت لفرنسا صاحبتي ما شاء الله، لا هي مشات دابا لفرنسا، قالت لي غادي نصيفط لك. صيفطوا اللي عجبتها شي حاجه تصورها لينا وتصيفطها، باش نستافدوا حتى حنا نشوفوا بعينيكم كيما كتشوفوا بعينيا، نشوف حتى انا بعينيكم ونوريو لكم كاملين حبيباتي. دونك ان شاء الله خليتكم على خير، والله ما سخيت بكم، ولكن الوقت كيبان لي 51 دقيقه، دونك راني طولت عليكم في الحقيقه، عندي بزاف ما يتقال. وكما قلت لكم ما نبقاوش نحكوا على بعضياتنا بزاف، الله يرحم الوالدين، فلنتجاوز عن بعض، عسى الله سبحانه وتعالى يتجاوز علينا. لي ماما يديروا الخطر بنياتهم، بنيات يديروا الخطر الوالدين، رجالتنا يتعاونوا معنا، حنا نتعاونوا مع رجالتنا، وراحنا كنحماقوا اليوم عندنا الا هما. الاسره المغربيه ترجع داك الترابط، برك من التليفونات وحنا جالسين في البيت ولا في الصالون ولا في قدام التلفزه، كل واحد شاد بلاد وكل وحده شاده فقنت. ملي يكونوا الناس مجموعين يتحيدوا التليفونات، ملي يكونوا وقت الغداء يتحيدوا، ممنوع التليفون فوق الطبله، ماشي بنادم اليمنيه كتاكل ولا سريه خدام والعين اللي انتم عارفين شنو بغيت نقول. تحيه كبيره بزاف على قد المد، على اكثر من مد البصر، مني ليكم من جميله لحباباتها كاملين وصحاباتي الغاليين بزاف بزاف عليا، وفاء، منيا من تطوان، مريم من الرباط، غزلان من كساني، حفيظه وامال، الاولاد كاملين، ضحى العجيبه، الغزال الفنه، كوثر، ندى، تبارك الله، البنات كاملين، البنات كاملين ديال اسباس تورك، والدراري كاملين، واحد كل واحد بسميتو. الراجل اللي كان حماق عليه هشام مراد، تحيه كبيره ليه، وانت عيوني اللي كنشوف بيهم الوليده ديالي، واللي هي تاج ديال الالماس فوق راسي، وبلا بها انا لا شيء. خوتي وخواتاتي كنحماق عليكم، خليونا عفاكم اليد في اليد، خليونا نبغيو بعضياتنا. نكمل ولا بلاش؟ عاوتاني غادي حتى انا تغير، انا غير جوج كلمات كيمشيو الدموع واقفين، يمكن غير في عند هذا، واكيد حتى نتوما حيت شحال من وحده قالت لي يعني ملي كيكون كلام اللي كيكون خارج من الاعماق كيوصل، واكيد فهمتوني علاش بغيت نهضر، فعافاكم خليونا اليد في اليد، خلينا نبغوا الخير بعضياتنا، خلينا نهزوا بعضياتنا، علاش حنا كنطيحوا دائما بعضياتنا؟ ما تبقاوش طيحوا وحده ما تطيح بوحده، هزوا شنو كنا كنقولوا؟ كنقولوا هزوا بنا العلام زيدوا بنا القدام، فنهزوا العلام ديال بعضياتنا ونحاربوا ونزيدوا القدام، ونخليو حتى شي واحد يحطمنا ولا ينقص منا. حنا عيالات مغربيات حرات، كازويات انا شلحه ولكن كبر في كازا، كازويه ابن عن جد، بالله يرحمه، جا هو صغير هنا لكازا، وهو سوسي الله يرحمه ويسع عليه، وجدي عليه حتى هو. دونك تحيه كبيره لعائله امتح ثاني وثالث ورابع، وتحيه لكم ولعائلاتكم ولماماواتكم ولرجالاتكم، ان غون شابو رجالاتنا اللي يعني عرفتي راجلك شحال، عرفتي بحال داك واقي الشمس، واقي الشمس ما كيدير والو، والله ما كيديرش، داك الكونطوطه ما كيديرش، راجلك عرفتي شحال حبس عليك البنت، عرفتي راجلك اللي انت نفخ عليه وكتشوفي، عرفتي شحال حبس عليك، وحيدي راجلك وديري كيما دارت هاد المرأة الأرملة، واجي تسمعي كيفاش كتبكي في التليفون وكتقول لك وليت حاشاك بحال الجفاف، وليت ليسوا ولي ما يسواش، يقول لي وليت بحال شي حشرة، وليت بحال مجدامة.
فهما تيجان فوق راسنا دايرين لنا واحد العائق كبير، واحد الحيط كبير اللي بحال داك الدرع الواقي هكذاك هما، وحنا بحال ديك دوك الاناناسات فوق لا كريم فوق الكلاص بحال هكا كيخليونا غير ديكور هكا وياخذوا بخاطرنا وبشويه باش ما يذوبش ديك لا كلاص وطيح هذيك سميتها. ف كل مره عندي انايا هي لؤلؤه، لؤلؤه كبيره الماظه كتبقى ملايير ملايير، ولو يتجمع كلهم باش يقيموا شحال هي فيها ديال لتقييم هذه المراه ما غاديش يقدوا عليها. فتحيه كبيره للمراه المغربيه، ان غون شابو، تحيه كبيره ليك مني انا جميله، ليك حبيبتي، كنحماق عليكم. باي باي.